ليبيا بعد إعلان تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة في انتظار موافقة البرلمان عليها. تركيا تنفي دخول قواتها إلى سوريا، والخارجية السورية تطالب بوقف الجرائم التركية على أراضيها. وفي هذه النشرة أيضا، رئيس الوزراء يواصل عرض برنامج الحكومة على رؤساء تحرير الصحف قبل عرضه على البرلمان. نشرة مفصلة من النهار اليوم، أهلا بكم. حيث نفى وزير الدفاع التركي ما تردد عن دخول قوات تركية إلى سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم إرسال قوات هناك. ومن ناحية أخرى، طلبت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي بوضع حد لجرائم انتظام أو النظام التركي على أراضيها على حد وصفها. أصيب ثلاثة فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الأمعرية قرب رام الله. كان خمسة فلسطينيين بينهما طفلان استشهدوا أمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم استهدافهم عناصر إسرائيلية في أربع هجمات، بينهما هجومان بأسلحة نارية. وبحسب قوات الاحتلال، فإن الهجمات المزعومة لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين. وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود أولمرت في السجن صباح اليوم لقضاء عقوبة 19 شهرا بتهمة تقاضي رشوة والتشويش على إجراءات القضاء. وأوضحت صحيفة هاريت الإسرائيلية أن أولمرت سيكون أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يدخل السجن، حيث وضع في زنزانة بوسط إسرائيل وسط حراسة مشددة. جمعية أطفالنا للصم في غزة مركز ثقافي متكامل للصم والبكم أو البكمة في قطاع غزة، يحاول أن يصنع من شبابا يحاربون الحصار الإسرائيلي بالفكر والفن، بدلا من أن يصبحوا عالة على المجتمع بسبب أعاقتهم. المزيد عن خدمات هذه الجمعية في سياق التقرير التالي فنتابع. إبداعات فنية فلسطينية تكاد تنطق وتتحدث عن نفسها، لكنها ليست كأصحابها مقيدون، فصناع هذه المشغولات اليدوية لا يسمعون ولا يتكلمون، فقط يبدعون. البداية الحقيقية من هنا، جمعية أطفالنا للصم في غزة، أحد إنجازات القطاع الحقيقية التي تأسست قبل 23 عاما، فهي تستثمر في الثروة البشرية التي قد يراها البعض عالة على المجتمع. الجمعية تستقبل الأطفال الصم منذ صغرهم، تعلمهم وتؤهلهم نفسيا من خلال خبراء في التربية ولغة الإشارة. روضة بنعمل نظام زوايا ونظام مجموعات. زوايا عنا عدة زوايا، اللي هي زوايا تعليمية وزوايا لا تعليمية. الزاوية التعليمية زاوية لغة عربية، لغة إنجليزية، زاوية قصة، زاوية حساب، زاوية مواد من البيئة، فن، هذه زاوية تعليمية. الزاوية اللامنهجية اللي هي اللعب، وهنا بنعتمد إحنا في الروضة تعلم عن طريق اللعب. الجمعية لا يقف دورها عند هذا الحد، بل تقدم للشباب الصم برامج تدريب مهنية في مجالات عدة، بداية من التطريز والحياكة، مرورا بالصناعات الخشبية والأثاث، حتى صناعة الفخار. وهذه هي النتيجة في النهاية، أناس أصحاء نفسيا واجتماعيا. طبعا أنا كتير مبسوطة في حياتي وفخورة فيها أني أنا بشتغل في جمعية أطفالنا للصم في الرسم على الفخار، وأنا الحمد لله رب العالمين تميزنا عن الجميع في هذا العمل الرائع. طبعا في عدة أماكن مش بتقتصر على الفخار بس، في عدة أماكن خياطة، تطريز، نجارة، ما بتلاقي في أي مكان مثل هذا العمل الجماعي، الحمد لله رب العالمين. جمعية أطفالنا لا تترك شبابها، بل توفر لهم فرص عمل في ورش الجمعية وتعرض إبداعاتهم بالأسواق،
كالأثاث والمنتجات اليدوية. الجمعية نجحت في أنه تخرج ناس وناس منصهم يعني على قدر عالي من المهنية، استطاعوا أن يعني ينافسوا في سوق العمل، واستطاعوا أن يجدوا فرص عمل، وساعدتهم الجمعية في ذلك. فرص تقدمها الجمعية علها تخرج أناسا يحطمون أسوار الحصار الإسرائيلي بسلاحي الفكر والفن. شيرين مجدي، النهار اليوم. وإلى الشأن الليبي، حيث أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تضم 13 حقيبة وخمس وزراء للدولة. رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قال إن الاختيارات تتوافر فيها الكفاءة والخبرة ومكونات الطيف الليبي. ضربة البداية لنهاية الأزمة الليبية جاءت بعد ترقب ورجاء. ممثلو الفصائل الليبية المتناحرة المجلس الرئاسي اقترحوا تشكيلة جديدة لحكومة وحدة وطنية، والهدف إنهاء حالة فوضى يعيشها البلد منذ خمس سنوات. الحكومة التي شكلت في الصخيرات المغربية طارت لائحتها على الفور إلى تبرق الليبية لإقرارها من قبل البرلمان المعترف به دوليا هناك. برلمان تبرق كان رفض سابقا تشكيلة مقترحة لحكومة الوحدة الوطنية متذرعا بكثرة عدد الوزراء، إذ بلغ حينها 32 وزيرا، لكن ها هي الكرة الآن بملعبه بتشكيل يضم 18 وزيرا فحسب. رعي في الاختيار الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي الليبي ومكونات المجتمع الليبي. مشاركة المرأة كانت بثلاثة مناصب وزارية، تم إرسال هذه القائمة إلى مجلس النواب الذي نتق أن يستشعر خطورة مرحلة وأن يتخذ القرار الصائب باعتماد هذه التشكيلة الوزارية ومنحها الثقة لمباشرة عملها ومواجهة تحديات المرحلة. مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي حذر منذ أيام من فراغ سياسي في ليبيا قد يهيئ فرصة لتنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، ترك شكوكه وهواجسه جانبا وغرد مهنئا المجلس الرئاسي الليبي على تسمية الحكومة الجديدة. طبول التدخل العسكري الغربي كانت تقرع في ليبيا منذ فترة، وبدأت تلوح في سمائها أشعة حرب مستعرة، لكن ذلك تبدل بمكاسب عدة تنتظرها حكومة الوفاق الوطني حال إقرارها بدعم المجتمع الدولي في حرب داعش واستثنائها من حظر السلاح، وعلى برلمان تبرق الاختيار. محمد تيم، النهار اليوم. هذه النشرة مستمرة معكم ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، وما زلنا في الشأن الليبي، وللمزيد من المتابعة والاقتراب أكثر من هذا المشهد ينضم إلينا هاتفيا الآن السيد رمزي رميح مستشار الجيش الليبي السابق. سيد رمزي، بعد التحية وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبي، هل من مؤشرات إيجابية تكمن وراء هذه الخطوة حول ما يأتي بعد ذلك في ليبيا؟ أولا، هو ليس تشكيل حكومة، هو مقترح بأسماء بعض الأشخاص الليبيين لتقديم البرلمان الليبي، ومن ثم هل يصوت البرلمان على هذه الحكومة أم لا. الآن البرلمان في جلسة انعقاد استثنائية الآن في هذه اللحظات، وينظر في هذا التصويت الذي يحتاج إلى أكثر من 120 صوت تقريبا لتمريره. للأسف الشديد هناك معوقات كثيرة جدا أمام هذا التصويت. نعم. أول معوق وهو الأهم أن الغالبية العظمى في ليبيا يعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة وصاية، باعتراف نائب رئيس المجلس الرئاسي وهو الأستاذ علي القطراني، عندما أكد منذ يوم فقط وعلى الهواء مباشرة أننا نحن لسنا منتخبين. السؤال الذي يفرض نفسه، من الذي أتى بالسراج؟ من الذي اختار أعضاء المجلس الرئاسي؟ يعني الليبيين يعني معروف عليهم أنهم شعب عنيد ولا يقبلوا بنظام الوصاية، خاصة بعد أن يعني تحرروا من حكم الطليان وجور الأتراك وما إلى ذلك.
وبالتالي أي فرض وصاية على الشعب الليبي فالشعب الليبي يعني متمرد جدا على مثل هذه الأمور. الأخبار التي تأتي يعني تباعا أن أعضاء مجلس النواب تقريبا أكثر من 60 عضو الآن رافضين لهذه الحكومة، بالإضافة أن هذه الحكومة فيها أعضاء من المقاتلة ومن هو محسوب على يعني التيار الإخواني في ليبيا، وبالتالي للأسف الشديد بكل أمانة إما أن العالم يتعمد إطالة أمد الأزمة في ليبيا أو أن الليبيين المسؤولين خاصة مشاركين في هذه المؤامرة. الكل يشترط محاربة الإرهاب بوجود هذه الحكومة، وللأسف الشديد هناك دول عربية تشترط محاربة الإرهاب بهذه الحكومة ولا تعي أن هذه الحكومة يعني هي حكومة وصاية. إذا يعني أفهم من سياق حديثك يعني سيد رمزي أن هذه أو هذا المقترح الخاص بتشكيل الحكومة أو حكومة الوفاق الوطني في ليبيا هي معوق في الأساس وليس خطوة لتيسير الخطوات السياسية في ليبيا؟ أستاذ آية، أحيلك وأحيل المشاهد الكريم إلى ما حدث لليبيا منذ 2011 إلى الآن. ماذا قدمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا؟ مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار. ليبيا أصبحت وكر للإرهاب والإرهابيين. ما يعرف بداعش نشر منذ أسبوعين فقط رسالة وأنا نشرتها على صفحتي الشخصية تقول بالحرف الواحد الهجرة إلى سرت، وإن أخواننا في سرت وفروا لنا المكان والمأوى وكل ما يلزم لإقامة دولتهم الإرهابية المزعومة بداعش. وبالتالي يعني العالم كله يتفرج، القاسي والداني يرى ليبيا إلى أين وصلت الآن. عن أي مجتمع دولي يتكلمون؟ المجتمع الدولي هو سبب الأزمة في ليبيا، يجب على المجتمع الدولي أن يرفع يده عن ليبيا ويترك الليبيين في شأنهم، إما أن يحل الليبيين مشكلتهم بأنفسهم أو يعني يتحملوا نتائج ذلك. أما أن يستمر المجتمع الدولي في تعميق الأزمة الليبية من 2011، أنا أحيل هذا الأمر على أي مختص، أي باحث، أي يعني شخص عاقل. ماذا قدمت الأمم المتحدة لليبيا منذ القرار 1973 و1970؟ مزيد من الأزمة، نقص في الغذاء، سقوط العملة الليبية، الخبز الذي كانت ليبيا تصدره للخارج عمره منذ أكثر من 60 سنة لم الأسرة الليبية لم تفتقر إلى وجود الخبز، الآن هناك نقص في الخبز ونقص في الغذاء، نقص في الكساء. الشعب الليبي يعاني الأمرين، وبالتالي هناك إرادة دولية لتعميق الأزمة في ليبيا. هذه هي الحقيقة التي ولكن هذا الجميع. التدخل الدولي يعني هذا التدخل الدولي الذي يريد البعض أن يتوقف في ليبيا لابد أن يتم في البداية أو في الأساس هو استقرار الوضع الداخلي ما بين الأطراف الداخلية الليبية في الأساس حتى لا يتم التدخل الخارجي داخل ليبيا. ولكن السؤال هنا كيف يتم الاستقرار الداخلي ما بين الأطراف الليبية المتنازعة إذا كان هناك ربما توقعات بالرفض أو القبول من البرلمان الليبي حول هذا المقترح الليبي، وكذلك أطراف متنازعة لا تهدأ داخل ليبيا؟ سؤال مهم. بالنسبة لترتيب البيت الداخلي، الشرط الأساسي لترتيب البيت الداخلي وأنا أعي ما أقول هو أن ترفع بعض الدول يدها عن التدخل في الشأن الليبي. ما يحرك الأطراف الداخلية هي أطراف دولية. على سبيل المثال قطر وتركيا ومن يدور في فلكهم يدعمون طرف في ليبيا بالمال والسلاح والدعم اللوجستي على حساب الشعب الليبي. هناك أطراف أخرى تدعم بعض الأقليات في ليبيا. فرنسا تريد أن تستقل بالجنوب وتعمل فتنة في الجنوب. إيطاليا تريد أن تسيطر على بعض الأطراف. فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الذي لم يتحصل إلى الآن على الاعتماد مجلس النواب، من الذي أتى به؟ لم يأتي بانتخابات ولم يأتي بوفاق
ولم يأتي بشورى، ولم يأتي بأي صفة يأتي رئيس حكومة أو رئيس مجلس رئاسي يقود ليبيا في هذه الأزمة. ليبيا الآن بكل أمانة وأنا أعي ما أقول، 5 سنوات كافية وشاهدة على فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ليبيا. أتى الوقت المناسب لكي يدرك الليبيين يقرروا مصيرهم. ليبيا لم تأتي من فراغ، ليبيا عمرها الآن أكثر من 70 سنة، من 51 سنة 51 استقلال ليبيا إلى الآن لدينا رجال في السياسة والقانون والأمور الأمنية والأمور العسكرية والأمور الاستراتيجية قادرين على حسم الأمر في ليبيا، بشرط أن يرفع المجتمع الدولي يده عن ليبيا. وصلت الفكرة. سيد رمزي رميح مستشار الجيش الليبي السابق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. نفى وزير الدفاع التركي ما تردد عن دخول قوات تركية إلى سوريا، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم إرسال قوات هناك. ومن ناحية أخرى طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي بوضع حد للجرائم الخاصة بالنظام التركي على أراضيها على حد وصفها. لم تعد الأوراق مخبأة، بل أصبح اللعب على المكشوف على طاولة الحرب في سوريا. هذا ما كشف عنه مؤتمر ميونخ للأمن الذي اختتم أعماله في عاصمة ولاية بافاريا الألمانية. تصريحات ممثلي الدول من قادة ووزراء وغيرهم لسان حالهم، يقول أريد أن أكون اللاعب الوحيد. فمنذ الجلسة الأولى ترشقت الولايات المتحدة وروسيا بالاتهامات، وطلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تقود بلاده عمليات ضد داعش، طالب موسكو بعدم استهداف جماعات المعارضة الشرعية وتحري عدم قتل المدنيين، وقال إن على موسكو أن تغير أهدافها كي تحترم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم يوم الجمعة الماضي. حتى الآن فإن أغلب الهجمات الروسية موجهة ضد مجموعات المعارضة الشرعية، ومن أجل أن نلتزم بما اتفقنا عليه على موسكو أن تغير هدفها وتحدد من يمكن أن يكون إرهابيا ومن ليس كذلك. المعارضة السورية أيضا من خلال رئيس هيئة مفاوضيها رياض حجاب حاول الاستفادة من مؤتمر ميونخ لتوجيه استغاثة ناشد فيها الغرب وبالتحديد واشنطن الضغط على روسيا لوقف غاراتها الجوية التي تستهدف مقاتلي المعارضة والمدنيين. 58 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية بحق المدنيين من الشعب السوري خلال 10 أيام، والقوات الروسية تشن عمليات 10 أيام الماضية، تشن القوات الروسية أبشع جريمة تتبع بها سياسة الأرض المحروقة. يوميا هناك 10,000 سوري يغادر سوريا إلى الحدود التركية. أما الجانب الروسي فقد رفض طرح شروط مسبقة للحوار بشأن سوريا، واعتبر أن أي خطوة من هذا القبيل تعد استفزازا. ودعت روسيا إلى عدم شيطنة دور الرئيس السوري بشار الأسد في إحداث أزمة إنسانية، محملا من تصفهم موسكو بالإرهابيين المسؤولية عن تلك الأزمة. وأكد هذا لاحقا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في تصريحات له لوكالة رويترز. إذا ما أراد وزير الخارجية الأمريكي حربا أطول فإنه يمكن البدء بعمليات برية، ولكن لا داعي لأن يخيف أحد الآخر. يجب أن نتفاوض مثل ما فعل وزير خارجيتنا لافروف، ولم يتحدث عن عملية برية مع دول عربية. أكرر، لا أحد يريد حربا جديدة. هذه اللهجة التي تحدثت بها موسكو تأتي بعد إعلان السعودية استعدادها للمشاركة في عمليات على الأرض في ميدان القتال السوري، خصوصا وأنها أرسلت بالفعل طائرات حربية إلى قاعدة إنجرليك التركية الجوية لتأكيد مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. المملكة العربية السعودية ستحمي الشعب السوري، ولعبنا أدوارا رئيسية في دعمهم أو دعم الشعب السوري سياسيا وعسكريا وأخلاقيا واقتصاديا، وسنستمر في القيام بذلك. لاعب آخر حاول إثبات وجوده في سوريا
فتركيا التي لا تنفك تشكو من تدفق النازحين السوريين إليها تجعل من الأكراد ذريعة لتأكيد نفوذها في المناطق الحدودية مع سوريا، وذلك بمواصلة القصف المدفعي والجوي لقوات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها أنقرة امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني ذي النزعة الانفصالية في تركيا، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مطالبة تركيا بالتوقف ليس فقط عن قصف الأكراد في سوريا بل أيضا الكف عن ضرب مواقع قوات النظام السوري في المناطق الحدودية. حرب ساخنة على الأرض وباردة بين أطراف المعادلة الذين اتفقوا على وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة للعمليات الإنسانية في سوريا، ولكن التحركات العسكرية من كل طرف على الأرض تظهر نوايا أخرى ربما تكشف عنها الأيام القادمة. وللمزيد من المتابعة والاقتراب أكثر من المشهد السوري ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ بسام الملك عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض. أستاذ بسام، بعد التحية وبعد اختتام أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ووجود تراشقات سياسية ما بين روسيا والولايات المتحدة، إذن ما تداعيات الموقف سياسيا في سوريا؟ بداية تحية لك مشاهدينك الكرام. نحن مع الشرعية الدولية وما يصدر عن مجلس الأمن بكل قراراته، نحن لن نخرج عن الشرعية الدولية، إنما العملية السياسية تقف حائل بينها بعد ما صوتت على هذا القرار 2254، 15 دولة ومن ضمنها روسيا تناقض نفسها بنفسها بأنه مستمرة بالقصف السوري، مثل ما قال كلمة مبارح رياض حجاب كلمة واقعية جدا، 58 مجزرة ضد المدنيين خلال 10 أيام، لا تريد تطبيق الفقرة 12 والفقرة 13 بالقرار 2254 وهو وقف الحصار عن شعبنا وإدخال المساعدات والإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين وقت إطلاق النار. إذا يجب إذا بدنا نحكي بالكلام المنطقي، ما بدي فوت بمراحل سابقة صار معروفة للجميع، يجب تعديل القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة للمتحدة. إذا قرار إجمالي 15 دولة وافقت عليه ولم يطبق، يجب إحالة هذا القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويصوت عليه نص زائد واحد ويلزم التنفيذ الكامل فيه عبر الفقرة السابعة، الانتقال إلى الفقرة السابعة، ولا يكون هناك أي حق للفيتو بالجمعية العامة المتحدة. إذن يجب علينا أصلاح الجمعية العامة المتحدة وقرارات مجلس الأمن لنخرج من المشاكل المتعددة اللي عم نعانيها. إذا روسيا موافقة على القرار وما عم تطبقه، إذا من الشرعية الدولية يجب توسيع مجلس الأمن وإدخال دولة من أفريقيا كمصر بوجودي هلا، ودولة آسيوية كالهند وألمانيا. إذن يجب إصلاح، لأنه نحن على المستوى الدولي قرارات متعددة، نحن مع الالتزام بقرار 2254 ومع التزام ببيان جنيف واحد وتنفيذ قرار مجلس الأمن ذات هيئة الحكم الانتقالي ذات قرار 2118. إذا نحن مع الشرعية الدولية مع وقف القتل والتدمير لشعبنا. يعني تصوري في بالكون بالعالم كله قائد دولة بيضرب شعبه بالبراميل المتفجرة وبيحاصره للأطفال بالحليب وللنساء والرجال كبيرين السن بالدواء، هذا مجرم حرب بده إحالته إلى القضاء، هذا لا يمكن استمراره وإعادة تأهيله. لكن أستاذ بسام، أستاذ بسام، أنت أشرت في سياق حديثك الآن أن يجب أن يكون هناك تعديل لقرارات مجلس الأمن بشأن القضية السورية. هذه الخطوة حتى تتم على أرض الواقع السياسي، كيف يمكن تحقيقها على المدار السياسي السوري وسط هذه التوترات التي تحيط في سوريا؟ أن يقوم في الدول من الدول 15 بمجلس الأمن اللي هن 10 غير دائما العضوية و5 دائما العضوية، في الدول برفعوا مشروع إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعديل النصوص. يعني من تم نحن مقيدين، روسيا صوتت على القرار وتعمل بعكس القرار. ما هذه الدول المتعجرفة؟ كان سابقا أمريكا تعمل الشيء، هلا روسيا. إذا هدول الدول دائما العضوية بدون إعادة تصنيف مباشر وتوسع مجلس الأمن وتغيير نظم قرارات مجلس الأمن وإحالتها عوض ما تكون القوة بيد مجلس الأمن تحويلها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كفر مهزأة بالشعوب وقتل الشعوب. نحن يوميا مثل ما قال امبارح نتمنى نوفر على شعبنا قتيل واحد بالنهار
ونذهب إلى مفاوضات. النظام لا يريد إلا الحل الأمني واستمراره بالحل الأمني بعد استعانته بالإيرانيين وبعد استعانته بالروس. الروس لا يشاهدون إلا المعارضة، لا يقتبون عن المعارضة. نتيجة التليفون بين أوباما وبين بوتين طلب منه عدم قصف المدنيين وعدم قصف المعارضة المعتدنة، والروس لا بيقدروا داعش تاركينهم نوب نهائيا لما صالوا حمان، ما عم يضربوا إلا المعارضة والمدنيين، بدليل الأعداد المهجرة الكبيرة كلها صارت على الحدود التركية. أين يذهب شعبنا؟ بده أمن وبده أمان. إذا لم يكن، أنا أستغرب الحقيقة كلام خليني أحكيه، لأنه الشعب السوري عم يجينا تليفونات من الداخل جدا كله مستغرب من الموقف المصري. كيف بداية التدخل الروسي بتجي خارجية المصرية والحكومة المصرية بتبارك التدخل الروسي؟ هل هي نتيجة مباركتكم يا شعب المصري ضد شعبنا السوري؟ نحن نرفض هذا الموقف، ويجب على الحكومة المصرية تعديل موقفها تجاه الحكومة الروسية وقصف الشعب السوري. يجب أن تكون واضحة معالم، لأن السوريين مزعوجين من الموقف الخارجية المصرية في قصف شعبنا والمباركة بالتدخل الروسي على شعبنا. هذا مرفوض ولا يمكن قبوله. يجب إعادة السياسة المصرية الخارجية والتنسيق مع السعودية في السبيل انتصار الثورة ورفع القهر بالظلم. كفى تنظيم مع بشار الأسد. يجب على الحكومة المصرية أن لا تقف مع بشار الأسد ضد الثورة السورية، يجب أن تقف مع الشعب السوري. وصلت الفكرة أستاذ بسام الملك، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وفي الشأن الدولي، تحدى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون مجددا المجتمع الدولي وأعلن عن عزمه لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية. كانت بيونغ يانغ أطلقت نهاية الأسبوع الماضي صاروخا بعيد المدى لوضع القمر الصناعي، ما أثار ردود فعل دولية منددة من جانب مجلس الأمن الدولي الذي تعهد بتجديد العقوبات. ألقت السلطات الفيدرالية في الصين بالمسؤولية الكاملة عن أعمال العنف الذي اجتاحت جزيرة هونغ كونغ خلال الأيام الأخيرة على من أسمتهم مجموعات انفصالية متطرفة. هذا واعتقل أكثر من 60 شخصا وجه إليهم اتهامات برشق الشرطة بالحجارة وإدرام النيران في صناديق القمامة بالجزيرة. واندلعت تلك الاشتباكات عندما حاولت السلطات إزالة أكشاك أقيمت بشكل غير قانوني في الشارع لاحتفالات السنة القمرية الجديدة. وإلى سباق الرئاسة الأمريكية، حيث يستعد المتنافسان بالمعسكر الديمقراطي بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون لبدء حملاتهم الانتخابية في ولاية نيفادا الأمريكية. ومن المقرر أن يصوتوا الناخبون في تلك الولاية في 20 من الشهر الجاري. وكانت ولاية هامشاير قد شهدت حصول السيناتور بيرني ساندرز على 58% من الأصوات مقابل 38.4% لكلينتون، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات الديمقراطية. في المشهد المصري، حيث يواصل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعه اليوم برؤساء تحرير الصحف، وذلك لعرض برنامج الحكومة عليهم قبل عرضه على البرلمان يوم 28 من فبراير من الشهر الجاري. وأكد إسماعيل خلال اجتماع بهم أمس أن برنامج الحكومة يهتم بمحدود الدخل ويهدف إلى ضبط الأسعار، ويعرض رؤية واضحة لكل قطاعات الدولة. إسماعيل يترأس اليوم اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وأهم القضايا الاقتصادية الأخرى. قدمت الحكومة قانون الخدمة المدنية الجديد إلى مجلس النواب، وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي في تصريحات خاصة لبرنامج يوم بيوم على شاشة النهار اليوم أنه جرى تعديل المواد التي طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس الأمن أو مجلس النواب تعديلها، منها المادة الخاصة بالجزاءات والتسويات للمؤهلات.
خلصنا بالفعل القانون، واحنا تقدمنا بمشروع قانون جديد، لان زي ما حضرتك عارفه المجلس يعني رفض قانون الخدمه المدنيه المعروف باسم قانون 18 لسنه 2015، فهو رفض. وبالتالي احنا الحقيقه بحثنا اسباب رفض هذا القانون وفقا للتقرير اللجنه الخاصه اللي كانت شكلت في المجلس النواب لدراسه القانون، وقمنا بعمل بعض التعديلات على القانون كاستجابة لتقرير اللجنة وما دار من مناقشات أثناء مناقشة القانون في مجلس النواب، وتقدمنا بالفعل، انتهينا منه وبالفعل تقدمنا بمشروع قانون جديد للمجلس وأرسلناه بالفعل رسميا بالأمس فقط. يطلق الاتحاد الأوروبي اليوم مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد بقيمة 1,300,000 يورو لدعم تطبيق نظام إدارة السلامة في القطارات في إطار برنامج المشاركة الأوروبية المصرية. وخلال مؤتمر صحفي يعرض وزير النقل برنامج الوزارة لمواجهة حوادث القطارات، فيما تعرض وزيرة التعاون الدولي خطط الوزارة لتوفير التمويل المطلوب بالسكك الحديدية من خلال المنح والقروض الأجنبية. تواصل الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية عملها لكشف غموض مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. ومن جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية حول القبض على ريجيني قبل وفاته، حيث أشار الفريق الأمني الإيطالي المتواجد بالبلاد إلى أن ما نشر في إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية. وشدد المتحدث باسم الداخلية عن إعلان نتائج جهود البحث حال التواصل معلومات مؤكدة. أكد اللواء عمرو الأعصر رئيس أكاديمية الشرطة أنه سيتم قبول دفعات استثنائية متخصصين في مجال الطب البشري والبيطرية بدءا من 22 من فبراير حتى 3 مارس للذكور فقط، وذلك وفقا للاحتياجات، مشيرا أن شفافية الاختيار تكون دون أي تحيز. المؤتمر ده بيعقد بشكل سنوي وفقا لاحتياجات الوزارة، بنشوف الوزارة احتياجاتها ايه من الاطباء بشكل عام، وبنعلن عن هذا في كل وسائل التواصل المجتمعي، وايضا بنهتم جدا انه ندعو اولادنا الاطباء البشريين والبيطريين ان هم يتقدموا باوراقهم للاكاديميه، لانه ده عمل وطني ويهمنا جدا مشاركه شبابنا في هذا العمل. عبر 147 فلسطينيا ميناء رفح البري، حيث يتواصل اليوم فتح المعبر من الجانبين بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان المعبر افتتح استثنائيا أمس وأمس الأول لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. أخبار المال والأعمال بعد فاصل قصير. بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 81%. يطرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل يتراوح بين 5 و10 سنوات، الأولى بقيمة 3,250,000,000 جنيه والثانية بقيمة 1,750,000,000 جنيه. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه.
أعلن محافظ الإسماعيلية عن بدء تسليم الدفعة الأولى من منازل مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرقي الإسماعيلية والمخصصة لشباب الخريجين والصغار المزارعين اعتبارا من غدا الثلاثاء، فيما ستسلم القطع الأراضي المخصصة لهم يوم الاثنين الموافق 22 من فبراير. جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمبنى ومنشآت القطاعات الخدمية بالقرية والوحدة الصحية الجديدة ونقطة الشرطة والمباني الإدارية والخدمية للتأكد والاطمئنان على جاهزيتها للخدمة الفعلية. ولمزيد من المتابعة والمعلومات والتفاصيل حول هذه القرية، قرية الأمل، وفانا مراسل النهار اليوم بهذه الرسالة. سيبدأ غدا الثلاثاء تسليم الدفعة الأولى للمنتفعين بقرية الأمل التي تقع شرق قناة السويس بعد انتهاء معظم الأعمال في هذه القرية التي تضم نحو 500 منزل ريفي بالإضافة إلى 30 منزل آخر سيحصل عليها العاملين هنا بالأماكن أو الإدارية داخل القرية. يعني هذه القرية هي نموذج لنماذج قرى المليون ونصف مليون فدان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنتفعون هنا سيحصلون كل واحد منهم على منزل بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، وسيقوم بعمليات استصلاحها وزراعتها، حيث تم إمداد هذه القرية بكافة الخدمات الأساسية، يعني بالإضافة إلى المرافق العامة من الصرف الصحي والكهرباء تم والمياه، تم أيضا تزويدها بنقطة شرطة بالإضافة إلى وحدة صحية وأيضا سوق تجاري بالإضافة إلى مسجد مقام داخل القرية. خبر الرياضة بعد فاصل قصير. تفتتح اليوم منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط لكرة اليد للناشئين والتي تستضيفها مصر بمدينة الأسكندرية، وتستمر حتى يوم 20 من فبراير الجاري، وتشارك 6 منتخبات في البطولة هي مصر وتونس وتركيا والجزائر بالإضافة إلى الأردن والسعودية بعد موافقة اتحاد البحر المتوسط على مشاركتهما. وإلى الساحرة المستديرة، حيث سقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ورغم أن الزمالك رفع رصيده إلى 32 في المركز الثاني، لكنه فشل في تقليص الفارق بينه وبين الأهلي الذي تعادل هو الآخر أمام طلائع الجيش ليصبح الفارق كما هو 7 نقاط. عالميا، وفي الدوري الهولندي تمكن فريق أيندهوفن من استعادة صدارة الدوري بعد فوزه على مضيفه ميخانا ب3 أهداف دون رد. وسجل لادنهوفن لوك ديونغ في الدقيقة 16 ويورجن لوكادي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء. أضاف مارك فان جونكل 3 أهداف أيندهوفن في الدقيقة 75 الذي رفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أياكس. ومن الرياضة إلى عالم الفن، حيث حصد الفيلم الدرامي ذا ريفينانت 5 جوائز في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا، أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وأفضل مخرج كذلك، كما فاز الفيلم بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وموسيقى في الحفل الذي أقيم في لندن. وانتزعت بيري لارسون جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم روم، بينما فازت كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها
في فيلم ستيف جوبز. And the BAFTA goes to Brie Larson. وفي مدينة كيونا تشيلية شارك نحو 12 ألف شخص في حرب الطماطم السنوية، حيث استهلك المتراشقون أكثر من 50 طنا من الطماطم. هذا ويعمل المزارعون المحليون على تأمين ذلك الحدث السنوي الذي يهدف إلى ترفيه السكان. وأخيرا إلى الأحوال الجوية، إذ يتوالى اليوم ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا التوقيت من العام نهارا، باردا ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة. ختاما تذكير بأهم العناوين. ليبيا بعد إعلان تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة في انتظار موافقة البرلمان عليها. تركيا تنفي دخول قواتها إلى سوريا، والخارجية السورية تطالب بوقف الجرائم التركية على أراضيها. رئيس الوزراء يواصل عرض برنامج الحكومة على رؤساء تحرير الصحف قبل عرضه على البرلمان. انتهت النشرة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.